مرة فهمتك انت وياها لا بقى زعلوا ولا فوزية. ما زعلنا يا سيدي. حاجة بقى والمسخرة اللي عملتوها اليوم. يوه والله ما سوينا شيء ابن عمي. مو عليها يا سيدي مو عليها. شيء. حتى سأل شهرة خانم كانت قاعدة مع منا. أخي كل هالقصة مو حرزانة يطلع خلقك مشانها. نسوانك كانوا قاعدين عم يحكوا عن الدايق أم سعيد مو عن فوزية. لا شهيرة خانم مو مزبوط. هنن التنتين كذابين. صدقني ابن عمي صدقني صدقني انه هنن التنتين كذابين. يوه معقول ابن عمي؟ خلاص يعني معقول نكذب قدام شهيرة خانم؟ شكيتي أمرك سيدي. لك بدل ما تواسوها وتريحوها أنت وياها قاعدين تضحكوا عليها؟ خلاص يا سيدي ما بقى نعيدها. ما عاد تعيديها؟ سمعتي شهيرة؟ سمعتي انه هن مذبين وقاصدينها لفوزية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كاملة مطيعة من هلأ ورايح لازم تفهموا كلمة فوزية بهالبيت مثل كلمتي. ماشي؟ امرك ابن عمي. حاضر. ويا ويلك انت وياها تزعلوها بشي. حاضر ابن عمي. قومي انت وياها سوا بريق شاي تاني. ايه؟ امرك فوزية خانم. امرك. بسرعة شوي. حاضر. شو هاد يا رب؟ شبكي شهيرة خانم؟ وين اختي كملي قبلك؟ سدت نفسي. يا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي زارت شهيرة. لا تنهز بأمي. هلا انا بقوم بعيوني التنتين بصالح لك ياك. بس انت كون. ابو عامر ما بينلام شو بنساوى. شنو كان كل قصده الخير لحارتنا. ما هيك ابو جميل؟ لك يا ابو صافي والله ما قلنا لا، بس الاصول انها تصير الصلحه بيننا وبين ابو صخر قبل ما يعمل طهور ابنه عامر. عم بحكي صح ولا لا؟ والله يا عمي ما حدا من اهل الحاره رضيان انه ابو صخر ورجاله يطلعوا سالمين من حارتنا. لو ما كباريه الحاره وقفوا الخناقه كنت شفت دمه سايح بالاراضي واحد واحد. لا يا جميل يا ابي لا، نحن ما بدنا اياكم تتقاتلوا ولا بدنا اياها تكبر بيناتها. لك ابي ابو صخر ورجاله من اول ما فاتوا الشر بعيونه كانهم فاتين خانقوا مو فاتين باركوا. ماشي ابني ماشي، الحمد لله انه ما حدا منكم صار له شيء. ايه يا ابي الحمد لله الحمد لله. شبك يا ابي فتحي شبك كانك مو على بعضك. ما لا يا ابي ما في شيء. سلامتك. خير ان شاء الله خير. جميل مر عمي. ابي بدي ضايع عليك بالك على مرتك. ولو تهيب عيوني عمي. تسلم 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 تسلم. تفضلي يا مو. يسلموا يا مو. انا من الاول ما كنت حابه اروح هيك روحه. قلبي كان حاسسني انه بده يصير مشكله. هلا شو دخلها فرحه النسوان بالشيء اللي صار بالحاره؟ بس قولي انك انت ما بتحبيها لفوزيه لانه جابت له لابو عامر ولد وبنتك لهلا ما شفنا منها شيء. لا يا رجال، الحبل بايد رب العالمين، يعني لا بايدها ولا بايد جوزها. ونحن ما قلنا لا. انا خايفه تكون ضرتها فوزيه ساقيتها شيء ما عم بيخليها تحبل. اما لسان طويل، اختك متجوزه ابو عامر من اكثر من 9 سنين، يعني قبل ما يتجوز فوزيه، بقى شلون ساقيتها سقيه حتى ما تحبل؟ يا ابي انا هيك شاكه فيها. خرسي واسكتي انت. عيب عليك تحكي هالحكي. حاضر يا ابي. سكتت سكتت. قومي من وشي يلا روحي. حاضر. الله يصلحك يا فتحي. على مهلك على مهلك. ساعدني ساعدني تقبرني. الله يصلحك. لك يا فتحي بتعرفي حالك حامل باخر شهر، كيف بتروحي على بيت ابو عامر؟ يعني خايف علي ابن عمي؟ وانت شو رايك؟ خايف مو هيك؟ لك انا اذا عليكي ما خفت، على مين بدي خاف؟ الله يطول لي بعمرك يا حق وما يحرمني منك. وانت كمان الله يخلي لي اياك يا رب، وان شاء الله بتجيبي لي صبي بتفرحي لي هالبيت من اوله لاخره. ابن عمي انا حاسسني قلبي انه معي صبي، دعي لي. أخ يا فتحية لو بتجيبي لي صبي رح كون مبسوط منك كثير. بإذن الله الصبي يا ابن عمي بإذن الله. يا رب يا رب اطعمني صبي بجاه سيدنا محمد. أهلين أبو جواد. أهلين أبو سعيد. شو خلصت عباية الفوانيس؟ سايان كم فانوس يا عمي؟
اصبح خلص ونحقق لنا نشرب شاي ونحكي شو صار اليوم بالحارة. يلا ها لا تقولي لي شيء. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شقيت على البنات وتعشيت عندهم. وشلون فتحية تقبرني؟ صراحة البنت متقلة شوي ويمكن قربت ولادتها. إلهي ربي اجبر بخاطرها بصبي يا رب، جاه رب العالمين. آمين آمين يا رب. بعدين دخلك؟ ليش ما رحتي لبيت أبو عامر وباركتي لها للحرمة بدخول ابنها؟ آه يا أبو صافي آه. من يوم ما سرقوا لي ابني ما لي خلق لا أحضر طهور ولا نفاس ولا أولادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ما بشوف ولد بذكرني بابني. عين الله. لو كان صافي معنا هلا كان صار رجال ومتجوز كمان. الله لا يسامحه، الله لا يهنيهم يا رب بعمرهم إلهي اللي أخذوه مني. ربي كريم يا بنت الحلال، وما بيضيع حق عبد من عبيده إلا ما يجي يوم، إلا ما يجي يوم ويجمعنا فيه. يا رب. نفسي ومن عيني يا أبو صافي. مسليك بأنوار النبي يا عم الجواد. لك أهلين عمي صياح، وين؟ وين رايح بالليالي؟ والله على البيت. على البيت؟ مالك حاسس حالك متأخر بالروحة؟ سيدي كلها ساعتين زمن بإذن الله بكون هنيك. ساعتين زمن؟ لك ابني ما بتخاف تروح لحالك بهالليالي؟ ومن شو بدي خاف عمي؟ شو ابني من شو بدك تخاف؟ الله وكيلك شوف تطباع لحالة بتخلي البني آدم يخريط خريطة. يا عدم مؤاخذة يا عم يا جواد، هذا الحكي مو لصياح، هذا الحكي إلك أنت. آه؟ نسيت إنه الطباع بتخاف منك لك ابني. الله يعزك، وصينا. الله يهون عليك ويحميك. شريف. المسكينة شلون انتزعت فرحتها بطهور ابنها يلي ربي يسلمه لأهله. خلاص يا سعاد يلي صار صار خلاص. طب ليش ما جيت على الحارة وقشيته هو ورجاله يا ابن عمي؟ مو مستاهلة. مو مستاهلة. ليش مو مستاهلة؟ ليش يا سعاد؟ خلاص مو مستاهله. قلت لك يمين على السيره. خلاص امرك. شلون شغلك مع ابن ابو جميل؟ لا الحمد لله يا ابي، الشغل منيح وما في احسن من هيك. ايه الحمد لله. صبري شبه بضاي واخلاقه منيحه، مو مثل اخوه جميل هذاك نزق. ايه والله يا ابي معك حق، صبري زلمه شغيل وما في منه منوب، غير هيك الشراكه معه كثير منيحه. ايه الله يرزقكم. يلا بدي اياك تظبط لي امورك مشان ارسك، ما بدي خطبتك الطول، خوش أنا ما بحب الأخذ والعطاء. أيوة بعدين أجلنا هاي القصة كم مرة، ما بدي أتأجل المرة. إن شاء الله يا أبي، إن شاء الله حركة أسبوعين ثلاثة تكون زبطت أموري ومنحدد موعد العرس فورا. شو يعني زبطت أمورك؟ يعني لبين ما تمشي الدكانة ويصير عنا زباين. إيه أنا رح أصبر عليك كم أسبوع. أنت لو أنك سمعان مني متطوع بالسراية مو كان أحسن لك من قعدة بالسوق أخي؟ لا دخيلة، أنا بشغل العسكر مالي خلق بنوب أخي من الآخر. أنا روح قلبي شغل اللي فيه أخذ وعطى مع العالم. يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله؟ غازي صغير شلونه عمي؟ الحمد لله عمي بيبوس إيدك، بس والله عم يعذبني شوي. إيش علي؟ ويتدلل. إذا ما تدلل على أمه وأبوه على مين بده يتدلل؟ ديري بالك علي، الله يرضى عليك يا بنتي. ترى غازي صغير بحبه مثل عيوني. أمرك عمي أمرك. الله يرضى عليك يا بنتي. لك شايف لك فتحية عم تتوجع لك بجميل. إيه تقبرني، قربت ولادتها. إيه إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
ابن عمي؟ ايه؟ شو صار مشان نجاح؟ ايمتى مطيع بده يعمل العرس ويخلصنا؟ والله ما بعرف. يلا ان شاء الله ما بصير تأخير، ان شاء الله. استموا استموا. الخير في مختاره والله.